نحن بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، الله يدخله على الجميع بالصحة والسلامة. عاداتنا الغذائية في هذه المناسبة عندنا عادات كثيرة وكتنوع من منطقة لمنطقة في بلادنا. اليوم غادي نتكلموا مع الدكتور عماد نظام، دكتور في صيدلة ومختص في تداوي بالأعشاب. غنتكلموا دكتور عماد على الخل البلدي الصحراوي اللي كيكثر عليه الإقبال في هذه الفترة هذه، ولينا دابا كنشوفوه في البيوت المغربية من طنجة للكويرة، كل شيء كيبغي الخل البلدي لأنه كنسمعوا أنه عنده فوائد كثيرة على الصحة، كيسهل علينا العملية ديال الهضم والمكونات ديالو كثيرة. فطيب الخل البلدي الصحراوي المغربي الحقيقي شنو هي المكونات اللي كتكون فيه دكتور عماد؟ فعلى حسب التركيبة وعلى حسب المنطقة، غير هو نعطيو المكونات الأساسية اللي كتكون عندنا في الخل هذا. فكيكون فيه العنبر، كيكون فيه الورد البلدي، الحنة، ورق السنبل، الريحان، سرغينة، خدنجال، القرنفل، القرفة، عواد، الزعتر، الجوزة، يعني بالأنواع ديالها، الجوزة العادية والجوزة الصحراوية، الملحة الحية، السواق، الخرقوم اللي كيكون عود، يعني العروقة ديال الخرقوم عود، ولا سكينجبير، الحيط الشيطان، ورقة سيدنا موسى، التمر، الحامض، والفلفل الحار، وهذا الشيء كامل كيتخلط مع الماء. فهذو هما المكونات كيفاش كيتكون هذا الخل هذا، باش يعني باش كنستافدوا من المزايا ديالو. غير هو دابا الخل هذه المكونات كنشوفوا انها مكونات كثيره، مكونات اللي عندها اعراض على الداس ديالنا. بعض الحالات كتكون اعراض حميده، وبعض الحالات الا ما استعملناش بطريقه سليمه كتقدر تعطينا اعراض جانبيه. الا مشينا بالطريقه كيفاش كيتصايب او بالمقادير اللي كيتقاد بها اللي كانوا كيقدوه يعني في المناطق الصحراويه ديالنا المغربيه، وحنا كما كنعرفوا ان هذه المناطق هذه معروفه بكثير من الوصفات المتوارثه، يعني وصفات قديمه جدا اللي كانوا يعني الناس في الصحراء كيستعملوها، لا هما ولا الناس الاخرين اللي كيكونوا على خارج، اللي كيكونوا مثلا عندهم ديك الحياه انهم كيتنقلوا في الصحراء. وكان هذه الماده هذه او هذا النوع من الخل مهم جدا اللي كيرافقهم دائما، ماشي غير في الفتره اللي كتكون واحد المناسبه معينه، ولكن دائما كيرافقهم. علاش؟ بحكم درجه الحراره اللي كتكون جد مرتفعه، بحكم كذلك بعض الانواع ديال الحمى اللي كيمكن تصيب هاد الناس هادو، وبحكم كذلك حتى كما كنقولوا حنايا داك الفارق ديال درجه الحراره في الجسم ديالنا. فكنلقاو مثلا كيكون سخون في الصباح، وفي الليل عاوتاني كتولي واحد درجه الحراره اللي هي هابطه شويه، كيكون البرد. فهاد الخل كانوا كيستعملوه لاستعمالات عديده جدا. خدينا بعض منه، او واحد من هاد الاستعمالات ديالو اللي ولا كيتستعمل في العيد الاضحى. علاش بالضبط العيد الاضحى؟ لان كنشوفوا هنا هادو كلهم مواد اللي مجموعه هنا هي مواد تساعد في عمليه الهضم. أيه. ولكن سبحان الله كيفاش هما كيرتبوا كيديروا المقادير، فهنا كتولي مقادير امنه، يعني لاش نشوفوا احنا من المنظور الصيدلي. غير هو كما كنقولوا شنو هو الفائده ديالو، ان هذه مواد كنلقاو مواد اللي كتعالج بعض التعفنات اللي كتكون على المستوى ديال الجهاز الهضمي. مثلا الا خدينا العنبر، الا خدينا السنبل، الا خدينا الريحان، كاين بعض المواد اللي كتحسن الدوره الدمويه في الجهاز الهضمي ديالنا. الا خدينا هنا خدنجال، القرنفل، القرفه، السواك، حتى هو من الاشياء اللي كتحسن الدوره الدمويه في الجهاز الهضمي ديالنا. وكاين مواد اللي كتعاوننا باش نقصوا من الحموضه ديال الجهاز الهضمي ديالنا، اللي هو الزعتر، اللي هو الحيط الشيطان، اللي هو ورقه سيدنا موسى. فهادو كلهم. وكنلقاو فيه مواد اللي كتفتح الشهيه، اللي الا مشينا للفلفل الحار اللي كيتخاد بواحد القياس ديالو، وباقي المكونات اللي عندنا في هاد الوصفه او هاد الخلطه العجيبه ديالنا، هاد الخل عفوا هاد الخل البلدي. وزائد هاد الشيء ان هاد الخل البلدي كيصلح لترطيب اللحم، ان كيداروا فيه كيترقدوا فيه القضبان باش نعم والقديد، باش علاش؟ كمعقم، وكذلك باش كيرخي لنا هذيك اللحم وكيخليها سهله للطياب ديالها. هادو هما الاستعمالات
اللي كيتستعمل فيها العيد الكبير هذا الخل البلدي. طيب اللي بغات السيدات تصاوبوا في الدار اول مره بغات تصاوبوا مثلا في الدار كيفاش الطريقه الصحيحه اللي ممكن انها تصاوب بها هذا الخل البلدي دكتور عماد؟ نعم فالعنبر غادي تاخذ نخصهم يقيدوا اذا باش غنمشي بشويه لان مكونات كثيره. اذا العنبر غادي ناخذوا منه يعني الراس ديال المعلقه صغيره ديال العنبر. العنبر موجود؟ موجود في المشابات، غير هو نقولوا العنبر ديال الاكل ماشي العنبر اللي كيتدهن كرائحه يعني كدهان باش نعطروا به. لا ناخذوا العنبر اللي كيتكال. الورد البلدي غناخذوا منه خمسه ديال الحبات ديال الورد البلدي. الحنه غادي ناخذوا 10 الوريقات ديال الحنه، الحنه فيها ماده اللوسين، هذه الماده هذه اللي كتصلح كعلاج الجهاز الهضمي ديالنا. السنبل، فالسنبل كناخذوا يعني من الاحسن يكون مطحون، ناخذوا منه نص معلقه صغيره. الريحان غادي ناخذوا منه 10 ديال الوريقات. السرغينه غادي ناخذوا 3 ديال العويدات ديال السرغينه. خدنجال غناخذوا نص معلقه صغيره ديالو مطحون او طريف ديالو اللي غيكون فيه واحد 3 سنتيم. القرنفل ناخذوا 3 ديال الحبات ديال القرنفل فقط. القرفه عواد غادي ناخذوا عويد ديال القرفه فيه 5 سنتيم. الزعتر غناخذوا معلقه صغيره. هنا الكوزه كنفضل اننا ما نديروهاش، دونك انا غادي نحيدها من التركيبه باش تكون واحد التركيبه امنه. نديروا الملح الحيه غناخذوا فيها معلقه كبيره ديال الملح الحيه. السواك طريف ديال السواك فيه 4 سنتيم. 3 ديال العويدات ديال الخرقوم عواد، وعويد صغير ديال سكينجبير، من الاحسن انا ما نديروش مطحون يعني عرقته هو. 3 ديال الوريقات ديال سيدنا موسى. 5 ديال التميرات اللي هما غادي يخمروا لنا هذا الخل، حيت ضروري كيخصنا 5 التمرات بالعلف ديالهم. حامضه اللي كنقطعوها على 4. الفلفل الحار غندير واحد جوج مزيودات، يعني جوج فلفلات حارين صغار. وهذا الخليط هذا كامل غادي نخويو عليه 5 يطرو ديال الماء المغلى. 5 يطرو ديال الماء المغلى وغادي نديروه في واحد الاناء، وهذاك الاناء غادي نغطيوه بواحد الزيف نقي ديال حياتي ونخليوه مده ديال 10 ايام. مورا مع 10 ايام كنحيدوا داك الزيف، كنشوفوا كنحركوه ونعاودوا عاوتاني نسدوا هذاك الزيف ونخليوه 5 ايام حتى 7 ايام، ومن شحال ما بقى من دابا راه مزيان اننا نستعملوه. يعني غادي يعطينا هذا الخل البلدي اللي غادي نستعملوه من بعد. اييه، وكيبقى لينا مده طويله في الدار؟ فغادي يبقى لي اننا ملي غادي يتخمر ومزيان فالمده الصلاحيه ديالو تقدر تمشي حتى لشهرين، ما كاينش مشكل. كيديروه السيدات في الثلاجه؟ حتى يخمر اييه. حتى يخمر سليم كنا ماشي مشكل اننا نخليوه في الثلاجه. عطيتينا تقريبا هنا 18 مكون. نعم. غادي نعاود، عندنا الورد البلدي. نعم. العنبر، عندنا الحنه من 10 الوريقات. السنبل مطحون، الريحان تا هو 10 الوريقات. نعم. عندنا ايضا السرغينه. وعندنا القرنفل. نعم. خدنجال تا هو خدنجال. عندنا القرفه عواد. نعم. معلقه صغيره ديال الزعتر. معلقه كبيره ديال الملح الحيه. نعم. واحد العود ديال السواك فيه 4 سنتيم. 4 سنتيم. نعم. 3 ديال العويدات ديال الخرقوم، واحد العود ديال السكينجبير، وقلنا 3 ديال الوريقات ديال سيدنا موسى. حامضه وحده كامله كنقسموها. نعم. على 4. شنو عاود قلنا؟ 5 ديال التمرات هما اللي كيعطيو داك التخمر. نعم. تمره كامله بالعظم ديالها. نعم. وايضا غادي نضيفوا جوج مزيودات ديال الحار. نعم. هادو مع 5 يطرو ديال الماء. الماء يكون مغلى، يعني مغلي مزيان، ونخوي عليهم ونخليه حتى يتخمر على خاطر هذا الخليط هذا. طيب، وغادي نرجع نتكلم معك على العنبر دكتور عماد. نعم. قلتي منين تمشي السيده تشري تقول لهم. نعم. العنبر ديال الاكل ماشي العنبر اللي كنستعملوا للجسم. نعم. نعم. طيب. والعديد من الناس دابا يعني كيسحب ان العنبر هو عباره على نبته. فالعنبر هو عباره على الفضلات ديال الحوت. حوت اللي لنوع خاص، نوع خاص، وتقول يعني والناس كيرجحوها انه هو الحوت الذي ابتلع سيدنا يونس عليه السلام. و
هو اللي كيعطينا هذا زيس كريمون ديالو، يعني هذا الفضلات ديالو هي اللي كناخذ منها هذا العنبر هذا. طيب. وهي يعني تؤكل، يعني ماشي يعني ما مناش خوف. ما راه درنا بزاف هذا الموضوع، درنا فيه ان ديال البحر ومنتوجات البحر، ان كل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عليها وان صالح الاكل ما كاينش مشكل. شكرا لك اختي لمياء على الموضوع. تحيه للدكتور عماد. انا كنعاني من فقر الدم، واحد السيده نصحتني بانه الخل البلدي مزيان نشربه كل نهار على الريق، ولكن نضيف عليه الفوة. وانا بغيت نسول الدكتور عماد ميزاب قبل ما نتناوله. نعم، فمن الاحسن تاخذ الخل البلدي بوحده، فالفوة هنا خصها تستعمل بحذر، والفوة خصها تطيب. أيه. يعني لما طابتش ما يمكنش نستافدوا من المزايا ديالها، فهنا كنرجح اننا نستعملوا غير الخل البلدي فقط. اذا معلقه صغيره ديال الخل البلدي كنديروها في كاس كبير ديال الماء، نخلطوها ونشربوها فغتكون احسن. امين من مدينه الدار البيضاء كيسولك دكتور عماد، قال لك عندي الوالده ديالي كتعاني من جرثومه المعده، واش الخل البلدي يصلح ليها؟ يصلح الا خديناه بالطريقه اللي قلنا. نعم، لان حنا كنهضروش على خل التفاح، كنهضروا على خل البلدي العادي زعما الصحراوي. فغادي ناخذ معلقه صغيره ديالو في كاس كبير ديال الماء وغنشربوها. اذا هذه غتكون الطريقه السليمه كيفاش نستعملوه. طيب، عندنا ايضا سؤال ثاني ديال عبد الحق من مدينه طنجة، اللي كيقول لك دكتور عماد واش الخل البلدي كيصلح للناس اللي عندهم ارتفاع الضغط دموي؟ يستعمل الا خديناه بهذه الطريقه هذه فغادي يكون مزيان، يعني الا خديناه بهذه الطريقه اللي هضرنا عليها فغادي يكون امين وغيكون مزيان. تتسولك ايضا سلوى كتقول لك واش كيصلح الاطفال الصغار اللي عطيناهم ياكلوه ماشي مشكل. اطفال صغار قل من 6 سنين ما عطيوش ليهم، وكثر من 6 سنين ماشي مشكل، غير هو من 6 سنين حتى 13 عام نعطيو نص معلقه صغيره في كاس كبير ديال الماء غتكون احسن. طيب، كتسولك ايضا الاخت ملك كتقول لك دكتور عماد واش ممكن ايضا نضيفوا فيه البادين باش نحسنوا من المذاق ديالو؟ انا ما كنقدرش عليه، ولكن زوجي تيبغي بزاف في الطياب، وانا كنضيف عليه بادين تتهرس له داك المذاق المجهد، واش ماشي مشكل؟ ماشي مشكل، ما يعني يمكن لا تستعمل هذا البضيان ماشي مشكل، ما تاثرش عليه، يعني ما تدخلش في التفاعل مع المكونات الاخرى. طيب، عندنا سؤال ثاني ديال زينب كتسولك دكتور عماد واش ممكن نستعملوا الخل البلدي لعلاج الاسهال الحاد عند الاشخاص المسنين؟ فهو كيدخل في المواد اللي يمكن نستعملوها لتحسين الجهاز الهضمي. الى حسن الجهاز الهضمي فالاسهال، غير هو الاسهال خصنا نعرفوا السبب. يقدر يكون تعفن، يكون ما يعني اسهال مرضي، هنا خصنا نعرفوا علاش. اذا كان الاسهال هذا غير يومين ولا ثلاث ايام وكيمشي ماشي مشكل، ولكن أيوة. واحد الاسهال اللي كيبقى ديما وكيتعاود فهنا كيخص ضروري نمشيو عند الطبيب باش نعرفوا المشكل. السؤال ديال سمير او العفون ديال سناء اللي كتقول لك فيا الاسهال ومشيت عند الطبيب وعطاني الدواء ولكن ما قدا ليا والو، بغيت شي وصفه من عند دكتور عماد. ربما هنا كنتكلموا على الاسهال المرضي. مرضي فهنا كيخص ادويه، كيخص دواء ما قداش، باش ممكن تعاود؟ خصها ترجع عند الطبيب وتشوف معاه هذا المشكل هذا علاش يعني هذا الاسهال هذا ما توقفش، لان هنا هو الدواء ما قداش، فهو خلينا نعطيو الاعشاب ما غاديش يمكن تحبس لنا الامساك. الاسهال عفوا خاص شي حاجه اللي تقضي على هذا المشكل، لان كيقدر يكون تعفن، كتقدر يكون هاد البكتيريا اللي عندنا في الجهاز الهضمي ديالنا ما عالجهاش هذاك الدواء. اذا هنا الطبيب غادي يمشي وغادي يعطينا دواء اكثر من هذاك وان شاء الله الامور تكون داخل. ابتسام كتقول دكتور عماد احنا كنديروه في القطبان وحتى في اللحم وكنطيبوا به، واش الا طيبنا به ما كيوليش سامي الا تعرض لدرجه الحراره مرتفعه؟ انا ما كنتكلموا دائما على الخل الصحراوي. نعم، لا ما تخافش، لان هاد المواد كلها اللي كاينه تم التخمر ديالها. أيه. ومع التخمر فكيمكننا نطيبوا الخل ماشي مشكل، يعني ماشي كاينش اشكال. نعم. طيب، غادي ناخذوا سؤال ثاني ديال الاخت سلوى اللي كتقول لك دكتور عماد بغيت شي وصفه اللي تساعدني على امتصاص السكر من الذات والدهون، وصفه تكون كتشرب. نعم، ف وصفه اللي غادي اذا كانت هي كتعاني من داء السكري فضروري خاصها دير الحميه ديالها وتاخذ الادويه ديالها. اييه. المساعده فغتاخذ جوج اوراق ديال السلميات، دير عليهم كاس صغير ديال الماء المغلى حتى يطلق وتولي تشربهم في الصباح على الريق، فهي كتعاون في توازن السكر، ولكن ضروري الحميه وضروري نتبعوا الادويه ديالنا. السؤال ديال زينب كتقول لك بغيت وصفه بدون زيوت لتغذيه وترطيب البشره. وصفه بدون زيوت، فهنا غادي ناخذوا معلقه صغيره ديال خيزولي محكوك، يعني جزر محكوك، معلقه صغيره ديال القرعه الخضراء محكوكه، نخلطوهم بثلاثه المعالق كبار ديال الياغورت الطبيعي،
ندهنوا على البشره ديالنا، نخليوها مده ديال نصف ساعه ومن بعد نغسلوه. طيب عندنا سؤال ثاني ديال الاخت ناديه اللي كتقول لك دكتور عماد، بغات شي روتين يكون يومي للبشره الدهنيه لانه كتعاني مع البشره ديالها، قالت لك بغيت نعتمد شي بخاخ اللي نبقى نرشو ويكون من الاعشاب. فهنا البخاخ ناخذوا معلقه كبيره ديال الزعتر، وغادي ناخذوا معلقه صغيره ديال الخزامه، وورقه ديال سيدنا موسى، غنزيدوا عليهم نص سيترو ديال الماء المغلى حتى يطلق مزيان، نخليه ساعتين ونصفيه، ومن بعد نديروه في الثلاجه، ونوليو ناخذوا شويه من هذا المحلول نديروه في البخاخ ونرشوا به الوجه ديالنا في الصباح وفي الليل، هذا من جهه، وندوموا عليه مده ديال 10 ايام، فان شاء الله غادي يعطينا فائده.